يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم الآية، هل فيها دليل على إقامة الحجة على القبوريين جاهلهم ومتعلمهم؟ بلا شك، نعم، الجاهل ما يسعه أن يبقى على جهله وهو يجد العلماء ويسمع الدعاة إلى الله ويسمع المحاضرات اليوم صار العلم ينشر بلحظة بواسطة هذه الوسائل المستحدثة التي تنشر العلم بسرعة، تنشر الخير وتنشر الشر، فلا يسع الجاهل أنه يبقى على جهله وتقليده الأعمى، ليس عذراً له لأنه بلغته الدعوة. نعم، لكن يقولون هذا الوهابية إذا أمروا بالتوحيد قالوا هذا دين الوهابية. الحمد لله إن دين الوهابية هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو التوحيد، ما عيرون بشيء إلا بالتوحيد، الحمد لله، نحن نقبل هذا. نعم.